السلام عليكم ورحمة الله، طلابي الأعزاء، طلاب الفرقة الخامسة بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف. أنا عبد الرحيم حسين، أستاذ مساعد سلامة وتكنولوجيا الأغذية في جامعة بني سويف. استكمالا للتشابتر بتاع الميت برودكت، هنتكلم في المحاضرة الثالثة والأخيرة في هذا التشابتر عن البايندينج الميت برودكت، ازاي بيحصل الترابط والتماسك ما بين الديفرنت كومبوننتس اللي بتخش في تركيب اي ميت برودكت. الترابط والتماسك ده بيحصل ازاي، وهناخد لكل نوع من انواع البايندينج او طبقا للميثود بتاع البايندينج هناخد تو برودكتس. ففي الغالب هنتكلم عن اربعة برودكتس، اربع منتجات لحوم من اهم المنتجات اللحوم الشائعة هنا في مصر، وهنتكلم فيهم عن البروسيسنج ستيبس بتاع هذه المنتجات واهم خصائص هذه المنتجات وايه هي الكومبوننتس اللي بتخش في تركيب هذه المنتجات. ان شاء الله تكون محاضرة مفيدة لحضراتكم باذن الله. طيب بالنسبة للبايندينج ان ميت برودكتس، البايندينج اللي هو التماسك، التماسك اللي بيحصل ما بين الميت بارتيكلز والنون ميت انجريدينتس مع بعضها، كل المكونات بتاع منتج اللحوم بيحصل له تماسك ازاي. التماسك ده بيحصل يا اما ناتشورالي يا اما ارتفيشيالي. ناتشورالي يعني ما اما بطريقة طبيعية، والطريقة الطبيعية يعني بعض الميت كومبوننتس اللي موجودين في المنتج بيكون ليهم تكنولوجيكال بيهيفير بنستغلهم في ان احنا نعمل بيهم بايندنج ما بين المكونات وبين بعضها. وده اهم مثال ليه قلت لكم اللي هو المايوفيبرال بروتين واهمهم المايوسين، وده اهم حاجة بيعمل بايندنج ما بين الميت برودكتس بعضها او الميت كومبوننتس وبعضها، خاصة في الامالسيفايد ميت برودكتس. والبايندنج كمان ممكن يحصل ارتفيشيالي، والارتفيشيالي معناه ان احنا بنضيف سبستانس بنقول عليها بايندرز، وقلنا اكزامبلز ليها كتير المحاضرة اللي فاتت، والسبستانس دول اللي هم البايندرز بيعملوا بايندنج للميت كومبوننتس مع بعض مع النون ميت انجريدينتس كلهم يبقى المنتج متماسك. الناتشورال ميثود اوف بايندنج يا اما دي بالامالسيفيكيشن، وده قلنا الدور الكبير ليها هو المايوسين، او بالميكانيكال مساجينج او الميكسينج ما بين الميت كومبوننتس والنون ميت انجريدينتس مع بعضها، او ثالث حاجه عن طريق البروتين كواجيليشن، وده اكزامبل للفيرمنتد سوسج. هنغطي في الامالسيفيكيشن هنقول تو برودكتس هم الفرانكفورتر والتراديشنال ايجيبشن لانشون، وفي الميكانيكال مساجينج هنتكلم برضو عن تو برودكتس هم الفريش اورينتال سوسج والبرجر او الهامبرجر، والبروتين كواجيليشن مش هندي اكزامبلز عليه او مش مطالبكم باكزامبلز عليه. اول طريقه من طرق البايندنج هو الميت ايمالشن، والميت ايمالشن او الباترز هي العجينه بتاع الميت انجريدينتس والنون ميت انجريدينتس مع بعض كمكون من كمكونات الميت برودكتس. وايه هو الميت ايمالشن وازاي نحصل على هذه العجينه اللي احنا شفناها في فيديو قبل كده باستخدام البول تشوبر او باستخدام الايمالسيفاير، ودي مكنه او مكانتين من المكن اللي احنا بنستخدمه في مصانع اللحوم علشان نكون بيهم الميت ايمالشن. الميت ايمالشن ده عشان يتكون انا محتاج اهم حاجه فيه هو المايوفيبرال بروتين، واهمهم هو المايوسين. والمايوسين دول السولت سوليبل بروتين اللي لازم اعمل لهم اكستراكشن من جوه الخلايا، لان هم موجودين جوه الماسل سيل، اعمل لهم اكستراكشن من جوه الخلايا باستخدام السولت في الميه، باستخدام محلول الملح، وبرضه بوجود الفوسفيتس بيساعد في ده، واعمل مينسنج وميكسنج الكل ده مع بعضه علشان خاطر يعمل لي ايه، يعمل لي الامالشن. يعني ايه امالشن؟ يعمل لي ترابنج للفات. يعني يعمل لي ترابنج للفات يعني يحبس لي الفات موجود جوه المنتج، ما يحصلوش سكيبنج جوه على بره على سطح المنتج. فالفات دايما عنده التندنس ان يبقى في ديسبيرس فورم. يعني ايه في ديسبيرس فورم؟ يعني يكون متناثر، يعني متناثر من متبحتر يعني جوه البرودكت، ولكن متناثر داخل ايه؟ داخل الايمالشن بتاع البروتين مع الميه.
دائما البروتين والميه بيكونوا باوند توجذر خلاص، والجزء من البروتين اللي بيحب الفات بيكون محاوط طبقه الفات، محاوط البارتكل بتاع الفات، فعامل للفات بارتكل عامل لها كوتينج، والجزء من البروتين اللي بيحب الميه بيكون موجود في الجانب اللي ماسك في الميه، وبالتالي هتلاقي there is a tendency for the fat to become in a dispersed phase، ولكن البروتين والووتر هما اللي موجودين في الكونتينيوس فيز، وده بيمنع ان الفات يحصل لها escaping out او تروح وتوصل للسيرفيس بتاع المنتج، وبالتالي تلاقي الفينيشد برودكت المنتج النهائي موجود بحصل اول حاجه ممكن تلاقي على السيرفيس جريزنج، تلاقي مدهن من بره، او تلاقي موجود في حاجه اسمها فات بوكيتنج، تلاقي في بوكيتس من الفات موجودة على السيرفيس نتيجة ان انت ما قدرتش تعمل ترابنج للفات بشكل كويس، يعني الامالشن عندك ما حصلش بشكل كويس. فبالهيتنج الفات بارتكلز يحصل لها ترابنج في البروتين نتورك، البروتين نتورك دي اللي بنسميها الجيل ماتريكس، هوريها لكم في صوره بعد شويه، والجيل ماتريكس دي هي الماتريكس من البروتين مع الميه وحابسين جواهم الفات بارتكلز. طيب اثناء ما انا بستخدم الايمالسيفاير بتاعي او التشوبر، المكانتين اللي انتوا شفتوهم المره اللي فاتت، تو ماشينري اللي انتوا شفتوهم المره اللي فاتت اللي انا بستخدمهم علشان اعمل الميت ايمالشن، وانا بخلط المكونات بتاع المنتج مع بعض، اللحمه مع الصولت مع الميه مع الفوسفيت، وانا بخلط الحاجات دي كلها مع بعضها بتتولد حراره، الحراره دي لو زادت زياده عن اللازم بتعمل كواجوليشن للبروتين، ولو حصل كواجوليشن للبروتين مش هيحصل له سولوبلايزيشن بالشكل الكافي، وبالتالي مش هيتكون الميت ايمالشن اللي انا عايزه، وبالتالي لازم اتجنب ان يتولد حراره بشكل عالي اثناء الايمالسيفيكيشن، فبالتالي لازم اضيف ايه؟ اضيف بدل الميه اضيف ايس. اضيف ايس ده بيسمح بيحافظ لي على درجه الحراره بتاع الميكس بتاعي بتكون منخفضه، وبالتالي ده بيخلي ما يحصلش كواجوليشن للبروتين. درجه الحراره المفروض ما تزيدش عن 15.5 وانا بعمل تشوبنج، وما تزيدش عن 21 وانا بعمل ايمالسيفيكيشن، يعني وانا بعمل تشوبنج وانا بستخدم الباول تشوبر، او انا بعمل ايمالسيفيكيشن وانا بستخدم الايمالسيفاير، وبالتالي لو درجه الحراره زادت عن درجات الحراره دي في الغالب بيحصل كواجوليشن للبروتين، وبتكون في الغالب عندي فات كاب فورميشن، بتكون فات كابس على السيرفيس بتاع المنتج، او يحصل جريزنج للسيرفيس بتاع المنتج من الخارج. طيب لما انا بضيف الايس بتاعي ما بضيفوش كله مره واحده، ليه ما بضيفوش كله مره واحده؟ بضيف جزء صغير وبعد كده اضيف، في الغالب بضيف التلت واخلي التلتين، ليه؟ لان انا لو ضفت كله على بعضه بخفف السولت اللي انا حاطه، وبالتالي لو تخفف السولت مش هيحصل اكستراكشن للبروتين، فلازم اضيف الميه النسبه الصغيره الاول، وده بيحافظ لي على هاي سولت كونسنتريشن في البدايه، كافي ان يعمل اكستراكشن للبروتين، وكافي ان نسبه البروتين اللي حصل لها اكستراكشن دي يحصل بيها تكون الايمالشن. مهم جدا ان انا افهم الكونسيبت بتاع الايمالشن ثيوري، علشان خاطر ده بيديني فرصه ان انا افهم اي نوع من انواع الايشوز ممكن يتكون عندي في الفينيشد برودكت، وازاي اتجنب هذه الايشوز لو انا فهمت السبب بتاعها ايه بالظبط. ده هيحصل ازاي؟ ده فيديو كده بيوضح ازاي بيحصل الايمالشن او الايمالسيفيكيشن بيحصل ازاي، سبت شويه مع الفيديو. دي هنا اللحمه وده الفات، ودايما بيستخدموا السكين بتاع التشيكن كمصدر للفات، ودي نوع من انواع الميت ايمالشن هيتعمل بس عشان يعملوا بيه حاجه زي كبان فورمر كده، ولكن من التشيكن، فدي تشيكن تايز، دي الفات بتاع كمصدر للبروتين، ودي المكنة اللي اسمها باول تشوبر اللي انتوا شفتوها موجودة في الكتاب. هنا بيعمل نفس الوقت هنا بعض وظيفة الصوت اللي بعض اللي
What do you have to do with ice? الايس مهم جدا ان نحافظ على درجه حراره الكبس اللي بتفضل ما يحصلش في ايفوليشن الكبسين. بعد كده هيكون محتاج كل جميع العمليات اللي هي لسه مشغله وبتشغل عشان يعمل سبب هنا ضغط الايس تاني وهنا بيعمل عجين لازم هنا بيضيف المزيد من الايس برضه هو عايز استنى بس هو شكل الموشن في الاخر هي دي شكل الموشن في الاخر اللي عامل ازاي وانا بحاول اشوف السيستم سواء هل يستخدم العجينة بتاعته وصلت للكونسيستنس المطلوبة ولا لا. وطبعا لو انت هتقول ان احنا ممكن نفضل نطول فترة الامولشن، لا كل حاجة لها دروباكس. يعني لو انا عملت استنشن للامولشن عملت اوفر تشوبينج بيكون في دروباكس وهنتكلم عليها بعد شوية. دي حاجة زي الفرانك فورتر والهوتك انكيست خلاص هنعمل لهم انكيسنج في الكيسنج بتاعها بعد ما عمل الامولشن. وطبعا هناخد ده تفصيل في المنتج بتاع الفرانك فورت. دي سكيماتيك ريبريزنتيشن للامولشن. يعني ايه امولشن؟ يعني فات، والفات ده كوتد بالبروتين، والبروتين ده الجزء الاكوس او الهيدرو فيليك بارت منه ماسك في الميه. وبالتالي ده مش هيحصل بالشكل اللي انتم شفتوه في الفيديو ده غير لما اعمل اكستراكشن للمايوسين، والمايوسين ده هو اللي بيعمل كوتنج للفات وبيعمل تماسك للميه. لو انتم فاكرين لما انا كنت بتكلم عن الميت كيمستري كنت بقول دايما الميه موجوده في ثلاث انواع من الصور، موجوده في باوند فورم. باوند فورم يعني ماسكه في البروتين، او اموبلايزد فورم ودي ماسكه في الميه اللي ماسكه في البروتين، او موجوده في فري فورم. واهم انواع البروتينز اللي بتكون ليها دور في الامالشن هو المايوفيبرال بروتين واهمهم المايوسين. طيب هنا ايه هي التكنيكال فولتس اللي ممكن تحصل اثناء الامالسيفيكيشن؟
أثناء الإمالسيفيكيشن في ثلاث أنواع من المشكلات اللي ممكن تحصل وبالتالي يؤدوا لي إلى undesirable effects في المنتج النهائي. أول حاجة اللي أنا كنت لسه قايلها من شوية إننا نعمل over chopping، يعني نعمل chopping أكتر من اللازم، أو إن أنا أستخدم short meat وده حاجة في الفورميليشن هنتكلم عنها، أو يحصل heat breakdown. طيب ايه هو الاوفر تشوبينج؟ الاوفر تشوبينج ان انا محتاج ان الفات بارتكلز دي يحصل لها كوتينج بالبروتين. طيب لو انا كترت، لو انا عملت تشوبينج كتير، لو انا عملت تشوبينج كتير زياده عن اللازم، الفات بارتكلز دي هتتكسر او هتتقطع لبارتكلز اصغر واصغر واصغر، وكل ما اتقطعت لبارتكلز اصغر هتلاقي السيرفيس اريا بتاعتها هتزيد، وبالتالي كمية المايوسين اللي عندي اللي انا عملت لها اكستراكشن مش هتكون كافية انها تعمل كوتينج لكل البارتكلز دي، فبعض البارتكلز هتهرب وهتطلع على السطح بتاع المنتج وهتعمل لي الفات كابينج او الفات كاب فورميشن. وبالتالي لو انا عملت اوفر تشوبينج، لو انا عملت تشوبينج اكتر من اللازم، ده بيعمل لي هذه المشكله وبيؤدي للفات كابينج او الفات بوكيتينج او الكريزنج اوت للامالشن، وبالتالي لازم ما اعملش اوفر تشوبينج. طيب تاني تكنيكال فولت ممكن يحصل هو الشورت ميت. شورت ميت يعني في الغالب انا هنا مستخدم لحمه يا اما اللحمه دي مش بكميه كفايه فعنديش مايوسين بشكل كافي، او انا مستخدم لحمة اصلا ما هياش لحمة، ما هياش السكيليتال ماسل فايبر اللي فيها مايوسين، لا انا مستخدم animal tissue other than meat، يعني مستخدم بعض التيشوز التانية زي الهيد ميت والفيت ميت اللي هي لحمة الراس ولحمة الرجلين ومش عارف ايه واللانجز واللي هي الرئتين، كل التيشو وتندونز بشكل كتير وكونكتيف تيشو بشكل كتير، كل التريمينجز الكتيرة اللي ممكن استخدمها خاصة اللي بيستخدموها عشان سعرها رخيص، كل التريمينجز الكتيرة اللي ممكن تطلع من الجزار او ممكن تطلع من المصانع بتاع الاغذية او مصانع بتاع اللحوم، التريمينجز الكتيرة دي لو استخدمت بشكل كتير بشكل كبير في المنتج الغذائي معناها ان هي ما فيهاش مايوسين بشكل كتير، عشان نلاقي مايوسين عايزين لحوم، لحوم يعني سكيليتال ماسل فايبر، وما عنديش لحمة عند حطيت اللحمة بنسبة قليلة او ما حطيتش لحمة اللي هي اللحمة حطيت التيشوز التانية الكتيرة لحمة الرأس او لحمة الارجل او خلافه في كولاجين بشكل كتير. الكولاجين هو هنا الكونكتيف تيشو بروتين او الكولاجين هو هنا اللي موجود بشكل كبير، وبالتالي الكونكتيف تيشو بروتين او الكولاجين ده لما تيجي تعمل كوكينج للمنتج بيحصل له شرينكج، يحصل له شرينكج، وبالتالي الفات بارتكلز اللي موجودة دي بتبدأ تهرب، يعني الفات بارتكلز دي بتبدا تتفتح، وبالتالي عشان حصل شرينكج للكولاجين ويحصل اسكيبنج للفات وتعمل الفات كابس او الفات بوكيتس او الجيلي بوكيتس اللي احنا بنتكلم عليها من شويه. فمهم جدا ان انا احافظ على نسبه المايوسين في المنتج اللي انا هعمله او هصنعه علشان خاطر احصل على ايمالشن كويس كافي ان يعمل كفرنج لكل الفاتس وما يحصلش اسكيبنج للفات نتيجه الشرينكج بتاع البروتين. الهيت بريك داون ممكن when the formulation and handling techniques are satisfactory، يعني انت ما عملتش اوفر تشوبينج وعملت فورميوليشن كويس، وفورميوليشن كويس يعني عندك نسبه المايوسين في المنتج كويس، ولكن ممكن يحصل الفات سيبريشن نتيجة ان انت عملت اوفر هيتنج، عملت اوفر كوكينج للمنتج، عملت هيتنج زيادة عن اللزوم للمنتج، وهيتنج زيادة عن اللزوم للمنتج هنا المشكلة بتاع الشرينكج بتاع المشكلة بتاع الشرينكج اللي كانت بتحصل في الكولاجين هنا ممكن تحصل حاجة زيها ولكن في المايوسين، هو ان يحصل رابتشر للمايوسين كوتينج نتيجه للاوفر هيتنج،
فالفات بارتيكلز بيحصل لها اكسبانشن بالكوتينج بالاوفر هيتنج بالهيتنج، الفات بارتيكلز بتتمدد، ولكن البروتين له القدره انه يحصل له شرينك، تمام، خاصه لو انا زودت الحراره زياده عن اللازم، فيحصل رابتشر للكواجوليتد بروتين ساك والترابد فات بارتيكل يحصل لها سيبريشن. This is encountered at times with frankfurters and results in a small tip of fat at the smokestack mark. The surface of the frankfurter may have only small amount of grease. نتيجة يعني grease يعني السطح بتاع الفرانكفورتر تلاقيه مدهن. مدهن يعني ايه؟ يعني الفات هربت طلعت بره. This condition is not unappealing as that resulting from over chopping and from short meat. يعني المشكلة دي هي مش قوية قوي زي مشكلة ان يحصل technical fault نتيجة ان انا استخدمت formulation خطأ او ان انا عملت over chopping. هناك الفات بوكيتنج بيكون اكبر بكتير، مش بيكونش بمجرد جريزنج على السيرفيس بتاع الفرانكفورت. وبالتالي لما تحصل عندك المشكله دي لازم تراجع درجات الحراره بتاع السموكينج وبتاع الكوكينج كويس. طيب دي اول طريقه من طرق البايندنج في الميت برودكتس. الطريقه الثانيه هي الميكانيكال مساج بايندنج. والميكانيكال باساج بايندنج هي زي الصوره دي اللي بتوضح. هنا عندي الايمالسيفايد برودكتس البارتيكلز ما بتكونش واضحه كله بشكل ايمالشن، اما في الميكانيكال مساج بايندنج بيكون الميت برودكتس والفاتس والحاجات دي تكون في شكل بارتيكلز واضحه، تمام. مجرد ان انا اعمل ميكسنج للحاجات دي مع بعضها، مجرد ان انا ممكن اضيف بعض البايندز. بالمناسبه منتجين اللحوم ما بيعتمدوش مثلا على الايمالشن بس علشان يعمل بايندنج للبرودكت، في الغالب بيعتمد على الايمالشن، يعني بيعتمد على المايوسين عشان يعمل بايندنج للميت برودكت، ولكن كمان بيضيف بعض البايندرز، وقلنا اهم مثال ليهم هو الصويا بروتين كبايندر، يعمل بايندنج للفات ويعمل بايندنج للووتر في الميت برودكتس. في الميكانيكال مساج ميثود ذا رو ميت از جاست شانكد يعني بتتقطع وسكشن وكورس كومينيوتد يعني يحصل لها مينسنج يعني تتفرم، ولكن كورسلي يعني بشكل خشن مش ناعم، والبايندنج بيحصل نتيجة الميكانيكال مينز اللي هي الوسيلة الميكانيكية اللي هو يحصل ميكسينج مساجينج تامبلينج وميكانيكال تندرزيشن للمنتج او مكونات المنتج مع بعضها باستخدام بعض البايندرز. دي هنا بتوضح بعض الكاتيجوريز قبل ما نخش على الاكزامبلز، بعض الكاتيجوريز للبروسيسد ميت برودكتس. يعني البروسيسد ميت برودكتس دي كل دولة فيها الميت برودكتس الخاصة بيها يعني المشهورة بيها، ممكن ما تلاقيهاش في دول تانية، فبالتالي عدد الميت برودكتس او انواع الميت برودكتس يمكن قد يكون الاف الانواع والاشكال من الميت برودكتس موجودة حوالين العالم، ولكن طبقا للبروسيسنج تكنولوجي وطبقا لان انا بستخدم رو ماتيريال ولا بستخدم كوكد ماتيريال، وطبقا اللي هو بيحصل فيرمنتيشن ولا ما بيحصلش، هو بيحصل ايمالشن ولا ما بيحصلش، هي الميت اللي انا بستخدمها كومينيوتد يعني بعمل لها مينسنج ولا بستخدم الميت انتاكت ماسل فايبر على بعضها. طبقا لكل الحاجات دي بيكون في كاتيجوريز مختلفه للبروسيسد ميت برودكتس. فأبسط مثال مثلا الفريش ميت برودكتس هي زي الفريش اورينتال سوسج والهامبرجر اللي هو زي الكفتة مثلا، ده مثال للفريش ميت برودكتس، هي ميت برودكتس مش بعملها كوكينج او بتطلع من المصنع في شكل رو
شكل رو يعني شكل غير مطهي. يعني كل الموضوع ان انت بتجيب الميت الميت انجريدينتس والنون ميت انجريدينتس وتخلطهم مع بعض وتحصل لهم وتشكلهم في شكل معين. ممكن تعمل لهم كيسنج او ممكن ما تعمل لهمش. لو هتعمل لهم كيسنج بقى اسمه سوسج، لو مش هتعمل له كيسنج مثلا وهتشكله في شكل باتي بقى اسمه همبرجر او كده. وممكن وده كاتيجوري اولا. الكاتيجوري الثاني اسمه الكيورد ميت بيسز، الميت بيسز في شكل ميت بيسز مش كوميونيتد بقى، مش منسد، ومعمول لها كيورنج. ودي مثال ليها في مصر باستورما. الباستورما هي عباره عن انتاكت مصر، والمصر دي محصول لها كيورنج باستخدام السولت والنيترايت وبعض السبايس. خلاص دي اكزامبلز لبعض الحاجات الكيورد ميت برودكتس موجود بره، البيكون والهام والحاجات دي مصنوعه من لحمه البورك من لحمه الخنازير. دي اكزامبلز للكيورد ميت بيسز. واحنا لما بنروح نشتريها بنروح نشتريها والسوبر ماركت بيقطعها لنا سلايسز وناخدها في شكل سلايسز، ولكن هي في الاول وفي الاخر هي كانت انتاكت ماسل فايبر. الرو كوكت برودكتس، ودي مثال ليها الفرانكفورتر والميت لوف زي اللانشون بتاعنا والمورتاديلا واللايونر. كل دي اكزامبلز الانواع من زي السوسج كده، ولكن المنتج ان الاول كان رو، اللحمه كانت رو، عملت لها مينسينج وعملت لها تيوبينج وخلطتها بالنون ميت انجريدينتس، وبعد كده عملت لها كوكينج وعملت لها عملت لها انكيسنج وبعد كده عملت لها كوكينج. فالرو كوكت يعني في الاول كانت رو وبعد كده المنتج النهائي كوكت، فيطلع من المصنع كوكت. يعني ايه كوكت؟ يعني ريدي تو ايت، يعني اقدر اكله مباشره زي الفرانك واللانشون. وده اكزامبل ليه. في نوع في كاتيجوري رابع اللي هو البري كوكت كوكت برودكت. البري كوكت كوكت برودكت يعني في الغالب الرو الانجريدينتس الرو الاولانيه بيحصل لها كوكينج الاول، يحصل لها في الغالب حاجه اسمها بار بويلنج ان انا اسلقها وبعد كده اعمل لها مينسينج واخلطها بالنون ميت انجريدينتس واطلع منتج نهائي. وده مثال له الليفر سوسج والبلاد سوسج والكورنيت بيف. يعني دي بيسموها بعض الناس بتسميها كوكت كوكت برودكتس، بري كوكت كوكت برودكتس يعني اتطبخت مرتين، الانجريدينتس اتطبخت لوحدها حصل لها بويلنج، وبعد كده الفاينل برودكت اتطبخ بعد ما شكلته في الشكل اللي انا عايزه، سواء كان عملت له كاننج مثلا في زي في الكورنت بيف عبيته في علب وبعد كده عملت له كوكينج، او عملت له انكيسنج في السوسج كيسنج حطيته في السوسج كيسنج وعملت له كوكينج. في نوع الرابع الرو او الدراي فيرمنتد سوسج. ودي فيرمنتد سوسج السبيل ان انا الطريقه اللي بيعملوا بيها الفيرمنتد سوسج، وخير مثال ليه السلامي مثلا، ان هو بيعمل فيرمنتيشن بواسطه لاكتيك اسيد بروديوسنج بكتيريا زي اللي احنا بنستخدمها في صناعه اليوجورت، زي اللي احنا بنعمله في صناعه الزبادي، بنستخدم بكتيريا وبنستخدم انيكولام. هذا الانيكولام قادر ان هو يطلع لي لاكتيك اسيد وبالتالي يعمل لي فيرمنتيشن للبرودكت ويقلل لي البي اتش، وده بيدي فليفر معين للمنتج وكمان بيعمل لي اكستنشن للشيلف لايف لان البي اتش اقل شويه من الطبيعي، وبالتالي بتعمل انهبيشن للجروث بتاع المايكرو اورجانيزمز. اخر كاتيجوري هو الدرايد ميت. الدرايد ميت ممكن ما تكونش مشهوره قوي عندنا في مصر، بس خير مثال ليها هو البيف جيركي. البيف جيركي دي حاجه زي السناكس كده بناكلها، بتتاكل متجففه شرايح صغيره من البيف من اللحم الباري، معمول لها كيورنج بشكل معين ومتجففه ومحطوطه في كيس زي كيس السناكس بالظبط وبتاكله. هنا اهم او اكبر كاتيجوري من الكاتيجوريز بتاع الميت برودكتس هو السوسج. والسوسج فيه اشكال والوان كتير، مئات الانواع من السوسج. في كل دوله ليها السوسج الخاص بيها او المشهوره بيها. تروح ايطاليا تلاقي عندهم البلونجا مثلا، تروح امريكا تلاقي عندهم الهوت دوج، تروح النمسا تلاقي عندهم سوسج اسمه فيينا، تروح ألمانيا تلاقي عندهم الفرانكفورتر. يعني
كل دولة ليها، هل هذا السوسج انكيزد في ناتشورال كيسنج زي ما قلنا قبل كده، ولا السوسج ده انكيزد في ارتفيشال كيسنج، فالكيسنج بتاعه بيتاكل ولا ما بيتاكلش، بنقشر الدايمتر بتاعه قد ايه، هل هو كوكد ولا رو، هل هو كوكد يعني ريدي تو ايت ولا رو لازم اعمل له كوكينج قبل ما اكله. كل دي صور مختلفة من انواع السوسج، ولكن علشان خاطر انواع كتير قوي في اليو اس دي اي عامل كاتيجورايزنج للسوسج لكاتيجوريز مختلفه على حسب هو فريش سوسج ولا لا، ولا انكوكد سموكد ولا كوكد سموكد ولا كوكد او دراي وسيمي دراي فيرمنت سوسج ولا سبيشاليتي ميتس ولوز. فالفريش سوسج هم اللي مصنوعين من الانكيورد رو ميت، وده خير مثال اللي هنتكلم عنه هو الفريش اورينتال سوسج، هو السجق البلدي بتاعنا، والانكوكد سموكد سوسج وده عبارة عن سوسج مجرد ما عملنالوش كوكينج بس بنعمل له سموكينج بس، فده مصنوع من كيورد ميت سموك زين ليتر كوكد بيفور سيرفينج، يعني الكوكينج بيحصل بواسطة الكونسيومر او الكاستومر، وده زي الفريش سموكت بورك سوسج والفريش سموكت كلباسة، والكلباسة دي مصنوعة من بورك مع بيف او مطن. وبالتالي الانكوكد سموكد سوسج هو مجرد فريش يعني انكوكد ولكنه سموكد معمول له عملية التدخين، وقلنا ايه اهمية التدخين، في الغالب بيكون التارجت من التدخين هو سبيسيفيك فليفر وسبيسيفيك كالر، وكمان بيساعد في عملية البريزرفيشن. الكوكد سموكت اللي هو معمول له الاثنين، يعني هذا النوع من السجق المنتج بتاعه مخلوط ومعمول له انكيسنج في كيسنج معين، ممكن يكون ناتشورال وممكن يكون ارتفيشال كيسنج، ولكن في النهايه لازم يمر بخطوه سموكينج ولازم يمر بخطوه كوكينج، وده اهم اكزامبل اللي هو الفرانك فورتر. الكوكد سوسج ده ميد فروم انكيورد ميت ذات ار كوكد بات نوت سموكد، وده مثال ليها البلونكا سوسج، وده مصنوع من البورك وده مش مشهور او في ايطالي، فبالتالي هو كوكد ولكنه نوت سموكد. وعندنا مثال برضو له في مصر هو اللانشون، اللانشون برضو بيكون كوكد ولكنه نوت سموكد. الدراي والسيمي دراي فيرمنتد سوسج وده كيورد سوسج معمول له كيورنج، واير درايد اندر كنترولد تايم تمبريتشر هيوميديتي كونديشن وسبجكتد تو فيرمنتيشن، وقلنا الفيرمنتيشن هنا على طريقه الزبادي اللي هو يحصل فيرمنتيشن ببعض البكتيريا وبالتالي تقليل البي اتش، وده اكزامبل ليه السمر سوسج واللبنون بلونجا والسلامي والكوشر سوسج. كل دي اكزامبلز مختلفة، احنا مش هنتكلم غير عن الانواع المشهورة قوي في مصر، لكن اللي عايز يشوف انواع التانية هيلاقي تقريبا نفس البرنسبل بتاع البروسيسنج، نفس الطريقة بتاع البروسيسنج، واللي بيختلف شوية ايه النسب بتاع الانجريدينتس في كل حاجة، نسبة الفات دي فيها قد ايه، هل هو انكيزد في ناتشورال كيسنج ولا في ارتفيشال كيسنج، في انواع معينة من السبايسز بيحبوها البلد دي فبيضيفوها اكتر عن البلد التانية وهكذا. والسبيشاليتي ميت واللوفز ده زي اللانشون ميت، اللانشون ميت كلمة لوف يعني رغيف، والرغيف يعني هو الرغيف الطويل ده، وبالتالي اللانشون بيتعمل في شكل الرغيف الطويل ده، والديلي ميت ده مشهور او في امريكا تلاقي عندهم الديلي ميت المصنوعة من التركي بريست، من لحمة التركي اللي هي لحمة الديك الرومي موجودة بشكل كتير جدا. دي كلها كلاسيفيكيشن للسوسج على حسب هي كوكد ولا لا، سموكد ولا لا، مصنوع فريش ولا كوكد، درايد ولا مش درايد، فيرمنتد ولا لا. طيب هنا هنغطي بعض الاكزامبلز للميت برودكتس بيزد على البايندنج ميثود. قلنا البايندنج ميثودز يا اما ناتشورال يا اما ارتفيشال، وارتفيشال يعني بنضيف بعض النون ميت انجريدينتس اللي بيكون ليها بايندنج افكت،
وناتشورالي اللي هو بنعتمد فيها على يا اما الايمولشن تايب اللي بنعتمد فيها على المايوسين يا اما الميكانيكال مساجنج. هنبدأ بالايمولشن تايب وتكوين الايمولشن والجهاز اللي المكنه اللي باينه دي هي المكنه بتاع الايمولشن ودي شكل الايمولشن. والايمولشن ممكن نعمله يا اما بالايمولسيفاير مكنه الايمولشن او ممكن نعمله بالباول تشوبر بمكنه التشوبنج اللي احنا وريناها لحضراتكم من شويه. الايمولشن تايب برودكتس زي الفرانكفورترز البلونجا ليفر سوسج تراديشنال ايجيبشن لانشون دي كلها بيتعملوا في شكل ايمولشن، فكلهم لهم نفس البرنسبل، ولكن المكونات تختلف شويه، نوع الكيسنج يختلف شويه، الدايمتر يختلف شويه، السبايسز موجوده في كل نوع مختلفه شويه، هل بضيف صويا ولا لا، هل بضيف ستارش ولا ما بضيفش، وهكذا. ودي بتختلف من بلد لبلد. The steps in preparation of emulsion type sausage are common to either small diameter product زي الفرانكفورتر. الدايمتر بتاع البرودكت بيكون صغير فرانكفورتر، والفرانكفورتر ضد الحاجات اللي بنعمله يا اما في سمول سيلوز كيسنج، بعض الدول بتعمله في شكل في انتستاينال في سمول انتستين بتاع شيب، او لارج ايتمز موجوده الدايمتر بيكون بتاع البرودكتس في دايمتر كبير زي البلونجا وزي الايجيبشن لانش. عشان نعمل فورميليشن للامالشن تايب سوسيج اتس امبورتنت تو كونسيدر ذات ذا كولاجين تو توتال بروتين ريشيو ماست نوت اكسيد 1:25، وده عرفنا ايه السبب. لو فاكرين الشورت ميت، وشورت ميت يعني ميت فيها كولاجين كتير، يعني الكولاجين فيها يزيد عن هذه النسبه يعني هيحصل فات بوكيتنج بشكل كبير. الامالشن طيب برودكتس هناخد اول اكزامبل ليه هو الترديشنال ايجيبشن لانشون. والترديشنال ايجيبشن لانشون ممكن احنا في مصر اللانشون، كلمه لانشون يعني لانش يعني غدا، ولانشون هي كانت الكلمه الاول. لو حد بحث في الاوريجن بتاع كلمه لانش هو هيلاقي ان الاوريجن بتاع الكلمه دي كانت في الاول في انجلترا اسمها لانشون. واللانشون تمام ممكن يكون كانت وممكن يكون في شكل لوف. في مصر هنا في الغالب بنعمله في شكل لوف، في شكل زي السوسج كده تمام، وممكن يكون كانت يعني يكون المنتج النهائي كانت في ميتال كان. المهم ان المنتج ده عباره عن ready to eat finely ground or chopped meat product. Finely ground يعني حصل له grinding مطحون بس في شكل ناعم جدا، وبالتالي ده بنسميه emulsion. فالtraditional Egyptian luncheon consider the large diameter emulsion type cooked sausage، نوع من انواع السوسج الكوكت اللي هو ready to eat. It has the ability to be sliced into very thin slices and has high binding property. البروسيسنج ستيبس بتاع اللانشون كده سريعا سهله جدا. الفروزن بيف تجيبوا اللحمه، لو انتوا فاكرين في المحاضره اللي فاتت او اللي قبلها كنت بكلمكم في جهاز او مكنه اسمها فليكرز او والفليكنج ده ان انا استاخد اللحمه الفروزن اعمل لها اقطعها لقطع، وانتوا عارفين اللحمه الفروزن بتبقى فيري هارد فيري سوليد، بتكون ناشفه وجامده جدا، ولكن لازم يكون ليها مكانه معينه ليها القدره ان هي تقطعها لقطع صغيره بنسميها فليكس. فبنعمل اللحمه الفروزن دي، وعرفنا ايه اهميه ان احنا ما نعملش ثوينج او ديف روستنج للحمه وبعد كده نعمل لها مينسنج خلاص، لان الثوينج ده بيخلينا نفقد كميه من البروتين اللي احنا كنا محتاجينها، وبالتالي وفي نفس الوقت ان الثوينج بيدي فرصه لدرجه الحراره بتاع المنتج بتاع اللحمه دي انها ترتفع، وبالتالي بتخش في التمبرتشر دينجر زون، وبالتالي ممكن تكون سبب للجروث بتاع المايكرو اورجانيزمز. فبالتالي انا بجيب اللحمه بلوك لحمه فروزن بعمل له فليكنج، وبعد كده بعمل له مينسنج يعني بعمل له فارم في فارم ناعم شويه من 2 ل 4 ملم بليت.
It's important to notice that the meat comes out of the mincing machine in continuous chain of threads with no squeezing of meat or smearing of fat for successful emulsion products. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل ما كانت النايفز بتاع المنسر بتاعك حاده very sharp كل ما كان تقدر تعمل مينسنج كويس للحمه تقطعها كويس، ولكن لو الشاربنس بتاع النايفز بتاعتك مش كفايه ده بيعمل حاجه اسمها سميرنج او سكويزنج للحمه، بدل ما يقطعها بيعصرها، وبالتالي العصر ده بيأثر على الايمالشن برودكشن في الاخر. يبقى بالتالي انا عندي اللحمه واعمل لها فليكنج وبعد كده اعمل لها مينسنج، والمينسنج ميت تشوبد ات فيرست سبيد اوف باول كاتر وذ كومن سولت بوليفوسفيتس اند نون ميت انجريدينتس فور شورت تايم بيفور اديشن اوف ووتر. بعد كده باخد المينسنج ميت دي احطها في الباول تشوبر، فاكرينها اللي احنا شفناها في الفيديو اللي فات، واعمل لها تشوبنج مع السولت والبوليفوسفيتس اللي مهمين علشان يعملوا اكستراكشن للبروتين. بعد ما نعمل تشوبنج للميكتشر ده في سلو ريت الاول، بعد كده بنزود سرعه الباول كاتر، وبعد كده بنضيف شويه ايس علشان خاطر الايس ده يحصل له انكوربريشن مع الباتر مع العجينه بتاع البرودكت. البريمنسد فروزن فات او الاويل، هنا ممكن نضيف الاويل البلانت اويل اللي هو الزيت النباتي كمصدر للفات، او لو احنا وده بيضيفوا له ان هو ارخص من البيف فات، يعني البيف فات شويه سعره غالي خاصه اللي انت محتاجه علشان تعمل به المنتج لازم تستخدم هاي كواليتي فات، ممكن تستخدم الفروزن فات الفات بتاع البيف، او ممكن تستخدم الاويل النباتي. نضيفه للميكتشر، نعمل له تشوبينج عند هاي سبيد لحد ما نحصل على هوموجينس باتر ميد اوف لين اند فاتي تيشو، نحصل في الاخر على عجينه متماسكه هوموجينس. بعد كده بعد ما درجه الحراره ممكن تبدا تعلى شويه توصل لصفر او توصل معاك لحد 2 درجه سليزيوس، ممكن نضيف بقى هنا الستارش. وليه ما ضفناش الستارش من الاول؟ لان الستارش لو احنا ضفناه من الاول هيحصل ابزوربشن للووتر اللي موجود في اللي انت ضايفه، وبالتالي لو حصل ابزوربشن للووتر مش هيحصل البروتين اكستراكشن بشكل كويس. بعد كده طالما ضفنا ستارش بتستمر عمليه التشوبنج تيكينج انتو كونسيدريشن ذات ذا فاينل باتر تمبريتشر ماست نوت اكسيد 15 ديجري سليزيوس فور بيف اند بورك اند 7 فور بولتري. وبعد كده بنتمم عمليه الايه التشوبنج ده علشان تحصل على الايمالشن اللي انت عايزه. في الاخر حصلت على الايمالشن هتعمل كيسنج، هتعبي الايمالشن ده في كيسنج، والكيسنج في الغالب اللي بيستخدم في حاله اللانشون ممكن يكون الفايبر سيلولوس كيسنج او البولي امايدز، والبولي امايدز هو اللي شويه بيستخدم مور كومن في الوقت الحالي. لازم تحافظ على ان البيريود ما بين البرودكشن بتاع البتر والفيلينج انتو كيسنج should be kept as short as possible. ليه؟ لازم الفترة اللي ما بين ان انا بعمل فيها العجينة لحد ما املها في الكيسنج بتاعي لازم تكون قصيرة بقدر الامكان، لان ده ممكن يسمح للمايكرو اورجانيزمس انها تنمو، ولو نمت المايكرو اورجانيزمس ممكن تكون تسبب لي مشكلة في النهاية في المنتج وتأثر لي على البي اتش، خاصة لو لاكتيك اسيد برودوسنج مايكرو اورجانيزمز ممكن تنمو وتقلل لي البي اتش، وده بيقلل لي الووتر بايندنج كاباسيتي بتاع الميكتشر. خلاص انا عبيت المنتج في كيسنج، جت الخطوه الخاصه بالكوكينج بالطبخ، ان انا هطبخ الميكتشر ده لكور تمبريتشر انترنال تمبريتشر 65 ديجري سليزيوس sufficient تو اتشيف ذا ريكوايرد تيكتشر. ممكن تطبخ الميكتشر الكور تمبريتشر يعني الانترنال تمبريتشر مينيمم لي 65، ممكن ده كافي ان هو يحققها للتيكتشر،
المطلوبة، ولكن علشان السيفتي، علشان اتأكد ان المنتج ده سيف. سيف يعني ايه؟ يعني المايكرو اورجانيزمز اللي فيه، اللي كانت موجودة في اللحمة او اللي ممكن تكون موجودة في اللحمة تكون ماتت، لازم اوصل لكور تمبريتشر ما بين 70 ل 72 درجة سيليزيوس. بعد الكوكينج علشان لازم ما نسيبش المنتج سخن زي ما هو، لان ما هيحصل اوفر كوكينج، وبالتالي لازم نقلل درجة حرارة المنتج مباشرة بعد ما تنتهي عملية الكوكينج. عشان نقلل درجة حرارة المنتج مباشرة بعد ما تنتهي عملية الكوكينج، في الغالب بنعمل له اميرسنج في كونتينر فيه كولد ووتر، او نعمل له شاورنج بكولد ووتر لمدة 30 minutes، لمدة 30 دقيقة من ان انا اغمسه في المية، او ان انا اعمل له شاورنج بكولد ووتر، وده بيقلل لي درجة حرارة المنتج علشان ما يحصلش اوفر كوكينج. لا، اول ما تنزل درجة الحرارة لدرجة الحرارة المطلوبة، the product must be immediately dispatched to the clean well ventilated store. dispatch يعني ننقله، نحطه في الستور، في المخزن اللي هو بيكون clean well ventilated store. core temperature above 68 degrees Celsius. core temperature لما تكون فوق 78 درجة مئوية should be avoided. ليه؟ لأن هي negatively affect the sensory characteristics بتاع البرودكتس، بتأثر على المنتج ده وبيتحرق يعني، وبالتالي السنسوري acceptability بتاع هذا البرودكت بتتأثر، وبالتالي المنتج المستهلك ما بيحبوش قوي. في مصر عندنا traditional Egyptian luncheon is commonly cooked using a humid cooking program in case of using polyamide casing with 100% relative humidity. درجة الحرارة بتاع الشامبر بتكون حوالي 90 درجة سيليزيوس علشان توصل لكور تمبريتشر تقريبا 75 درجة سيليزيوس، وده بيحقق لي التيكتشر وبيحقق لي السنسوري اكسبتابيلتي المطلوبه، وفي نفس الوقت بيضمن ان المنتج ده سيف، لان انا بحقق درجه حراره انترنالي 75 درجه سليزيوس. يبقى لازم نفرق ما بين درجه الحراره بتاع التشامبر بتاع الفرن اللي انت هتظبط عند درجه الحراره بيه، ودرجه الحراره بتاع الانترنال تمبريتشر بتاع الكوز بتاع اللانش. الانترنال تمبريتشر في الغالب بيقيسوها ازاي؟ بيكون في ثرمومتر، ديجيتال ثرمومتر اتاتشد بالكوكر مع الكوكر، وبيكون له سكرين بره، وبيكون في بروب، البروب ده انسرتد في الميدل او الانر بارت بتاع السوسج لوف بتاع الكوز بتاع اللانشون، ومجرد ما بتوصل درجة الحرارة لدرجة الحرارة اللي انت ظابطها بره، بتقول له انا عايز اوصلها ل 75 درجة سليزيس. مجرد ما توصل درجة الحرارة 75 درجة سليزيس بيبدأ يديك الارم، بيديك تنبيه ان انت وصلت ل 75 درجة سليزيس، وهنا تقدر تفصل او تنهي عملية الكوكينج. الامالشن تايب برودكتس النوع الثاني منها هنتكلم عنه شويه، هم الفرانكفورترز. وحاطط انا ما بين قوسين الهوت دوج والفينرز والفيينا، دول كلهم تقريبا مسمى لنفس الحاجه باختلافات بسيطه جدا ما بين الواحد والتاني، ولكن على حسب كل دوله كل منتج كل نوع من دول بيكون مشهور بهذا الاسم. يعني مثلا الهوت دوج مشهور في امريكا بهذا الاسم، معروف انه فرانكفورتر، محطوط في ساندويتش، والساندويتش ده ساندويتش طويل كده بيكون محطوط فيه السجق آية على بعضها، ومحطوط عليه الكاتشب والمسترد، وده هو الهوت دوج. في المانيا بيسموه فينرز، وتقريبا نفس المسمى نفس الشيء، ولكن بدل ما بيعمل الهوت دوج في الغالب بيحصل له انكيسنج في سيلولوز كيسنج، وبعد كده بيتقشر السيلولوز كيسنج قبل ما يطلع من المصنع، ولكن الفينرز والفينا في الغالب بيحصل له انكيسنج في سمول انتستين بتاع شيب. المهم ان هما في الاول وفي الاخر كلهم كوكت وسموكت emulsion type products، كلهم cooked smoked emulsion type products. مصنوعين من ايه؟ على حسب الدولة ممكن تلاقي مصنوعين من بيف بس، ممكن يكون مصنوعين من بيف وبورك ميكتشر، وممكن يكون مصنوعين من بورك بس، حتى بقى في دلوقتي من التشيكن.
الجود كواليتي بلانت اويلز زي الكورن اويل والصم ميلك بروتين زي الكازينيت اللي هو الكازين بروتين اللبن والاويل والووتر ايمالشن ممكن يستخدموا علشان يعملوا استيميوليشن للاوريجينال بايت بتاع الفرانكس يعني يدوا له التكتشر المطلوب. يعني ممكن هنا نستخدم اويل مكان الفات وفي بعض الدول بتستخدم البيف فات وفي بعض الدول ممكن ما تستخدمش البيف فات وتستخدم او تستبدل نسبه من البيف فات بكميه من الكورن اويل. طيب المهم ان احنا نتفق ان كل هذه المنتجات عباره عن emulsion type products cooked وسموكد. من سد البروسيسنج ستيبس، لو احنا هنروح للبروسيسنج ستيبس هتلاقي ان المينسد ميت ده بيحصل له تشوبينج في الباول كاتر زي ما شوفنا في فيديو قبل كده مع الكومون سولت والفوسفيتس والنون ميت انجريدينتس الحاجات اللي هنعمل بيها اكستراكشن للبروتين علشان خاطر يحصل ايمالشن. shortly before two-thirds of the ice are added يبقى احنا ضفنا نص تلت الايس الاول وعملنا وقلنا تلت الايس بس ليه؟ علشان خاطر الكونسنتريشن بتاع السولت يكون كافي ان يعمل اكستراكشن للبروتين. نعمل بقى شوبنج كذا وكذا several revolution وبعد كده it's necessary to restrict water addition وده عرفنا ايه التارجت منه. طيب انا عملت مينسنج وضفت كل النون ضفت كل النون ميت انجريدينتس ضفت السولت وضفت الفوسفيتس اللي انا عايزه علشان خاطر يحصل مينسنج كويس وعشان خاطر يحصل اكستراكشن للبروتين. الميت باتر ذن انستفد انتو ايذر سمول انتستينال شيب او سمول سيلولوس كيسنج. التيوب بتاع السوسج ميت ده يحصل له ديفايدد انتو لينسز من 12 ل 13 سنتي ايذر باي مانوال اور باي اوتوماتيك لينكينج ماشين. يعني انا جبت العجينه حصل لها مينسنج اتاكدت ان حصل ايمالشن وبعد كده حطيتها في الكيسنج ايا كان نوع الكيسنج على حسب الدوله وبعد كده الكيسنج ده بعد ما تتعبى في الكيسنج بتبدا تحصل لها لينكينج تتربط كل 12 ل 13 سنتي مع بعض في شكل صوابع كده من السوسج زي ما حضراتكم بتشوفوها وبعد كده يحصل هانجينج على ستيكس بتتعلق على ستيكس او على ارفف بعيد عن بعضها وده بيالاو الاير سيركيوليشن اراوند ذا انديفيدوال بيسز ويحصل لها سبرينج بكولد ووتر توش اوف اني ادهيرنج ميت. بعد ما خلصت وعبيت وعمل ووشنج يحصل بقى خطوه السموكينج والكوكينج. خطوه السموكينج والكوكينج بتمر في الغالب في 3 ستيبس بتستهلك الثلاثة ستيبس دول من 2.5 ساعة لثلاث ساعات والثلاث خطوات دول هم الريدنينج سموكينج اند كوكينج. للريدنينج فيز الفرانكفورتر ده ريدنينج اللي هي مرحلة التحمير يعني مجرد تحمير بس بسيط وده بيحصل فيها انيشيشن للكيورنج. فاكرين قلت لما كنا بنتكلم عن اهمية النيترايد كسولت من ضمن من اهم المنتجات اللي بتضاف للكيورد تايب برودكتس اللي هي المنتج بياخد اللون البينك اللون الاحمر بعد ما يتطبخ ليه ما بيتحولش للون الجري اللي هو لون اللحمه المطلوبه علشان خاطر فيه نيترايد. والنيترايد ده بيحصل ازاي اتكلمنا فيه عن التفاعل اللي ما بيحصل ما بين النيترايد والمايجلوبين وتكون لي نيتروزومايجلوبين. النيتروزومايجلوبين ده لما يتعرض للحراره يتكون ماده ستيبل ايرفيرسيبل اسمها نيتروزوهيموكروم. والنيتروزوهيموكروم دول هو ده اللي بيدي اللون البينك لللانشون واللون البينك لبعض المنتجات اللي هي كيور بعد الطبخ. الريدنينج ستيب الاولانيه والريدنينج فيز ده الفرانكفورتر بيتحط في بري هيتد سموك هاوس يعني الفرن بتاع السموك بيكون بري هيتد متسخن ومتجهز عند درجه حراره 50 درجه سليزيوس وذاوت سموك من غير اي سموك. بعد كده if a smoking cooking chamber is used بعض الناس بتستخدم
سموكينج كوكينج تشامبر، يعني تشامبر ليها القدرة انها تعمل الاثنين، تعمل سموكينج في الاول وبعد كده تعمل كوكينج. لو انا بستخدم هذا النوع من الافران، الريدنينج از دان اندر كنترولد كونديشن ما بين 45 ل 50 درجة سليزيوس لمدة 30 ل 45 دقيقة. At this temperature, curing step or curing process in the product mixture is accelerated and is completed during the heating up in the subsequent cooking process. بعد يبقى بيحصل الكيورنج بروسيس اللي هو التفاعل ما بين النيترايت والميوجلوبين، بتبدا في هذه الخطوه عشان تكون لي الماده. التفاعل اوريدي حصل في خطوه قبل كده، ولكن عشان تكون لي الماده بتاع النيتروزو هيموكروم اللي هي بيرمننت ستيبل ريفرسبل، بتبدا بوصف في خطوه الريدنينج. بعد كده بعد ما بيحصل ريدنينج، الفرانكفورتر بيديفلوب ذا ريد كيورنج كلر. ذا بروسيس اوف هوت سموكينج از انيشيتد، تبدا خطوه الهوت سموكينج. والهوت سموكينج درجه الحراره بتاعته من 65 ل 70 درجه سليزيوس. ولازم نفرق ما بين لما اقول درجه حراره السموكينج كذا او درجه حراره الكوكينج كذا، هي دي درجه حراره الشامبر. ولما اقول درجه حراره الكور تمبرتشر او الانترنال تمبرتشر، هي دي درجه حراره الانترنال تمبرتشر بتاع المنتج. خلاص، فالكور فالهوت سموكينج هنا بيحصل 65 ل 70 درجه سليزيوس until desired product color is achieved، وده بياخد من 30 ل 60 دقيقه. وبعد ما يحصل هوت سموكينج الفرانكفورتر بيحصل له كوكينج. كوكينج الغرض منها التارجت منها هو السيفتي. هو السيفتي ليه؟ الغرض الاساسي اقصد، يعني السيفتي ليه؟ لان المنتج لازم يطبخ عند درجه حراره معينه قادره لقتل كل المايكرو اورجانيزمز اللي ممكن تكون موجوده في هذا. وبالتالي لو درجه حراره الشامبر من بره ممكن تبقى 90، ولكن محتاج شويه علشان درجه الحراره بتاع الانترنال تمبرتشر توصل ل 68 درجه سليزيوس، ودي المطلوبه لهذا النوع من البرودكت. After completing the cooking cycle, Frankfurter برضه زي اللانشون بيتبرد، يتبرد عند بان احنا نعمل له شاورنج او نعمل له immersion في cold water لمده 30 دقيقه، وده بيقلل لي إن فرصه ان يحصل اوفر كوكينج. After that, a cellulose casing peeled off، يعني بتتقشر، و immediately transferred to chiller for packaging and storage either chilled or frozen. بعد كده الكيسنج اللي من بره اللي هو السيلوس كيسنج، في الدول اللي هي بتستخدم السمول انتستين ما بيحصلش بيلينج اوف، ولكن في الغالب معظم الناس بتستخدم السيلوس كيسنج لان دي من ضمن الحاجات الارتفيشال اللي هي ان ايديبل ما بتتاكلش، فلازم تتقشر، وفي نفس الوقت ممكن تكون ان انا اجهزها وتكلفتها ارخص بكتير من ان انا اجيب سمول انتستين وانضفها، وده بياخد وقت وبياخد مجهود. ده فيديو كده صغير بيوضح لي طريقه تصنيع الهوت دوغ. Hot dogs are an all-American fare, but most likely it was German sausage makers who first came up with the idea. In fact, there are reports of German immigrants selling them from push carts in New York's Bowery as far back as the 1860s. A century and a half later, hot dogs are still the number one treat on the street. ده شكل الهوت دوغ بعد ما يطلع، ده الشكل النهائي. Traditional hot dogs are made from a mix of pork, beef, and chicken. Cuts they start with are called trimmings, pieces of meat left over from cutting steaks or pork chops. دي trimming، يعني دي كلها trimming. The trimmings are ground the same way butchers chop up hamburger meat. Trimming يعني by pushing the cuts through grated metal plates. تعلقهم مثلا في المصانع اللي بتعمل ميت ستيكس، المصانع اللي بتقط، يعني في الغالب هناك المصانع مش بس او المجازر مش بس بتطلع لنا كاركس، لا المجازر بتطلع كاركس وميت كاركس بشكل مختلف. These flavorings vary depending on where the hot dogs are to be sold because people in different regions have different tastes. زي ما قلت لكم الفليفرنج بتختلف من بلد للتانية ومن مكان للتاني. دي
Water is sprayed into the mix and everything is blended together in a big vat. Corn syrup adds a dash of sweetness. مية قلنا بيضيفوا ايس او يضيفوا cold water. هنا بيضيفوا cold water وحاسبين الكمية وبيضيفوها ودي العجينة. The addition of even more water helps to disperse the ingredients and make the hot dogs juicier. Another machine then purees the meat batter into a fine emulsion and vacuums out any air. Emulsion. عمل الشوبينج في الأول بعد كده يعمل الإمولشن. Long rolls of cellulose tubing are loaded into the stuffing machine. أكتر بتعمل ميكسينج. It pumps the meat puree into these casings, twisting it every 5 1/4 inches, the length of one hot dog. That's cellulose casing. It takes just 35 seconds to make a chain of hot dogs that would span a soccer field twice. فيش حاجة مانيوالي فبالتالي حتى اللينكينج بتاع Then, three of those hot dog chains are linked together to make an even longer string, and they're loaded several at a time into another machine, which drapes the hot dogs onto moving racks. The process is carefully timed so that a twist always lands on the bar. ولو شايفين في مية بتتغسل بيها علشان خاطر يشيل أي grazing. The racks shunt the hot dogs through a liquid smoke shower, then into an oven with several cooking zones. The liquid smoke seeps through the casing and adds flavor to the dogs as they bake. Showering بفليفر من السموك. هنا هو جوه الفرن. Hot out of the oven, these franks are drenched in cold salty water to chill them in preparation for packaging. تأكد ان ما يحصلش اوفر كوكينج فيبرد المنتج. The hot dogs then file down to an unloading zone. Here, a machine pulls them off the bars onto a conveyor. Then, the hot dogs slide off the conveyor into metal containers. If you've been wondering about those black stripes on the casings, all is about to be revealed. The stripe is a marker attached to the casing. The absence of a black stripe means the hot dog is cooked and ready for packaging. Inside the peeler machine, a tiny knife slits each casing along the top. Then, steamy air blows the casings right off the dogs. This machine peels 700 hot dogs a minute. An inspector makes sure the casing has been completely removed and that there are no defects in the dogs. Then, it's into a device that looks like a plastic bicycle chain. The sprockets هنا المرحلة الأخيرة هو بعد ما حصل cooking بيحصل peeling off. This factory manufactures an incredible 300,000 hot dogs an hour. تبدأ يحصل That's close to 2.5 million per shift. They really do churn them out like sausages. 2.5 million. Fire up the grill and a mouth-watering meal is just minutes away. شكل النهائي. وبالهنا والشفا. اما بالنسبه بقى لتاني نوع من البايندنج ميثودز هو الميكانيكال مساج بايندنج برودكتس، وهنا هنتناول تو برودكتس. النوع الاولاني او البرودكت الاول هو الفريش اورينتال سوسيج او السجق البلدي بتاعنا، وتاني نوع هنتكلم عن البرجر. الفريش اورينتال سوسيج هو فريش سوسيج probably the oldest form of processed meat products. البرودكشن بتاع الفريش سوسيج is well suited for small scale processing outlets للمصانع اللي ممكن تكون small scale processing outlets. ليه؟ لان هو ما بيحتاجش more complicated machinery، هو just ان يكون عندك binding just ان يكون عندك grinding machine ويكون عندك machine تعمل بها stuffing ده كفاية، او ان انت تعمل به fresh oriental sausage. الفريش oriental sausage ممكن يكونوا في high quality لو انا هستخدم فيه lean meat وفات وهنضيف بعض السبايسز التانية.
او الحاجات البسيطه من النون ميت انجريدينتس، وممكن يكونوا في لو كواليتي لو انا هستخدم بقى الاذر انيمال تيشو غير اللين ميت، ولو انا هستخدم مثلا بعض التريمينجز، لو انا هضيف برضو بعض النون ميت انجريدينتس بنسب عاليه زي الستارش او الحاجات الفيلرز اللي اسعارها رخيصه، دي كلها ممكن تكون تأثر على الكواليتي، ولكن ستيل فريش سوسيج. الهاي كواليتي كومبوزد اوف لين ميت اند فات، التيست والتكتشر والتندرنس والكالر بتاع الفينيشد برودكتس دايركتلي ريليتد للريشيو بتاع الفات وبتاع اللين ميت. The meat and fat used in fresh sausage can originate from different animal species. The meat selection and the lean fat ratio vary depending on cultural preferences and consumer expectation. في الغالب طبقا للمواصفات القياسية المصرية فيه minimum or maximum value للماكسيمم ليميت في الفات كونسنتريشن في الفريش سوسج، وبالتالي في الغالب مش هيزيد عن 20 ل 25% نسبة الفات ايا كان الاحوال. في بعض البرودكتس اللي احنا اتكلمنا عنها في الايمالشن تايب برودكتس كانوا ممكن يضيفوا بلانت اويل ك replace and all alternative للفات، ولكن هنا ما ينفعش ابدا ان احنا نضيف بلانت اويل ك alternative للفات، لازم يكون هنا الفات سورس عبارة عن hard fat، في الغالب يكون البيف فات. Most fresh sausage are coarsely comminuted products، يعني comminuted يعني منسد ولكن خشنة. Hence the lean meat should be of free tendons free from tendons or hard connective tissue. Only solid fat زي ما انا قلت من شوية البيف body fat هو اللي ممكن يستخدم، لان soft fatty tissues الحاجات السوفت فاتي تيشوز او البلانت اويل هيعمل البرودكت جريزي. الفات كونتنت في الفاينل برودكت ما بيزيدش عن 25%، ولو زاد عن 25% ده بيخلي اول ما تيجي تعمل كوكينج او فراينج للبرودكت بيحصل شرينكج بشكل كبير نتيجه الميلتنج بتاع الفات اللي هيحصل. خطوات التصنيع او خطوات الانتاج بتاع الفريش اورينتال سوسج، بتجيب الميت والفات بتعمل لهم كومينيوشن باستخدام بليت تقريبا من 4 ل 6 مليمتر، الفتحات بتاع البليت اللي انت هتستخدمه الكومينيوتد ميت. بعد كده بعد ما عملت لها كومينيوشن، بعد ما عملت لها مينسنج يعني، بتخلطها بقى مع الصولت مع الووتر مع النون ميت انجريدينتس علشان تعمل الميكانيكال مساج بايندنج ده، بشرط ان انت حاول ما توصلش درجة الحرارة لا يزيد من 10 درجة سيليزيوس اثناء الخلطة، وبالتالي يفضل هنا برضو ان انت تضيف ايس بدل الووتر في اثناء عملية الجرايندنج او اثناء عملية الكومينيوشن. كل ما كانت النايفز بتاعت المنسر بتاعك شارب، كل ما كان بيقلل عملية السميرنج او السكويزنج بتاع التيشو سواء كان بتاع الفات او بتاع الميت اثناء المينسنج. افتر ميكسنج، بعد ما عملت مينسنج وعملت ميكسنج للبرودكت للكومبوننتس مع النون ميت انجريدينتس، ذا ميت ميكس از ستافد انتو ناتشورال كيسنج. في الغالب بتستخدم انتستينال كيسنج، هنا ممكن يكون سمول انتستين بتاع السمول رومينانت زي الشيب، او بتاع لارج رومينانت زي مثلا الكاتل. في الغالب بتستخدم الانتستين، الاهم شيء ان الفريش اورينتال سوسج في الغالب بيحصل له كيسنج في انتستين. بعض الدول ممكن تعمل الفريش سوسج تعمل له كيسنج برضه في نوع تاني من الايديبل كيسنج، ولكنه ما هوش ناتشورال اور انيمال كيسنج، بيستخدموا الكولاجين هنا ككيسنج، هو ايديبل كيسنج ولكنه مصنوع من الكولاجين اكستراكتد من السكين بتاع او الهايد بتاع الكاتل. الكيسنج بعد ما تعمل كيسنج بتعمل ديفايدنج لشورتر يونتس زي ما شفنا من شويه في الفرانكفورتر، وطبعا السايز في الغالب
بيختلف على حسب كل دولة، في الغالب بيكون حوالي 10 سنتي، 12 سنتي، 13 سنتي بالكتير، كل صباع من صباع السجق ده في الحجم ده. بعد كده السوسيج is finally rinsed with clean water وكولد تو 5 ديجري سليزيوس. هنا ما فريش، يعني ما حصلش كوكينج، المنتج مجرد ان انت عملت مينسنج وبعد كده عملت ميكسنج للكومبوننتس مع بعضها وبعد كده عملت ستافنج من غير ما تعمل كوكينج. فطالما البرودكت رو لازم نعمل له على طول ايه، نخزنه في درجه حراره مناسبه بعيد عن التمبريتشر دينجر زون، يعني هيتخزن عند 4 درجه سليزيوس، اقل من 5 يعني، لمده 3 ايام، او هيتخزن عند سالب 18 لمده 3 مانس. في بعض اللو كوست فورميوليشن من الفريش سوسج ار وايدلي افيلابل اند فيري ان ذير كومبوزيشن ديبندنج على التايب والكوانتيتي اوف نون ميت اكستندر يوز. ممكن الفيجيتابلز وفريش بلانت انجريدينتس، ممكن والديريفاتيفز بتاعتها زي البريد كرامبس ممكن تضاف، يعني ممكن يضيفوا البقسماط، ممكن يضيفوا عيش ناشف، ممكن يضيفوا صويا، ممكن يضيفوا نشا بتاع بطاطس، ممكن كل دي حاجات ممكن تضاف كفيلرز تقلل سعر الميكتشر، تقلل سعر الفورميوليشن، وبتدي في بعض الاحيان بايندينج، ولكن الكواليتي هنا بتقل كتير عن ان انا استخدم بس بعض الميت والفات بنسبة معينة وبعض الحاجات السبايسز القليلة اللي انا بضيفها طبقا للاحتياج او طبقا لرغبة الكونسيومرز. الفريش اورينتال سوسج هتلاقيه بيتعامل هنا في مصر عند الجزارين العاديين، تلاقي بعض الجزار عنده مكنة بيعمل مينسينج وبيعمل ستافنج بيها، وبعد ما ينظف الانتستين يحشيها ببعض الايه بكل التريمينجز بقى اللي موجودة عنده، كل البواقي اللي موجودة عنده اللي ما اتباعتش من اللحم، مش البواقي، التريمينجز يعني البقايا الصغيره، واثناء وهو بيعمل لواحد القطعيه بتاعته بتفضل حتت صغيره كده بيجمعها في الاخر كل الحاجات دي ويعمل لها مينسنج مع بعض ويحطها في سمول انتستين. في الغالب عشان لو نسبه الحاجات دي اللي هي النون ميت انيمال تيشو نسبتها كبيره شويه، فهتاثر على لون البرودكت في الاخر، فيعمل يضيف لك بعض الحاجات زي الريد بابريكا اللي ممكن تدي لون احمر وتغطي شويه اللون الابيض اللي هيبقى موجود لو انا مش حاطط لحمه كتير في البرودكت. كل الكومبوننتس ار كات انتو يونيفورم سمول بيسز وميكسد مع الميت والبيس وفور ا جود ديجري اوف بليندنج. الميكس دي ممكن كونتيننج اول انجريدينتس ار مينسد مع في بليت هنا اقل شويه لو انت مستخدم بعض الايه بعض يعني البقايا الكتير قوي والنون ميت انجريدينتس الكتير قوي الفيلرز الكتير، فتعمل الخلطه دي كلها تعمل لها مينسنج من عند 3 ل 5 ملم بليت وبعد كده تعمل لها ستافنج. الفريش سوسج زي ما قلت لكم من شويه هايلي بيرشبل. ليه؟ لانه هايلي بيرشبل يعني قابل للفساد بشكل كبير، لان هو فريش يعني ما حصلوش كوكينج، فالمايكرو اورجانيزمز لسه صاحيه ولسه موجوده جواه. كل اللحوم كل الحاجات اللي في انيمال سورس لازم فيها بكتيريا، البكتيريا دي بتبقى موجوده بنسبه، ازاي احنا نخزن اللحمه دي بعيده عن درجه الحراره الملائمه في النمو، البكتيريا ده هو ده الحل، خاصه للفريش برودكتس اللي ما اتعملهاش كوكينج وما اتقتلتش البكتيريا دي. فالفريش اورينتال سوسج لازم يتخزن عند 4 درجه سليزيوس او يتخزن في الفريزر عند سالب 18، وده بيقول لي الشيلف لايف بتاعته عند 4 درجه سليزيوس هتبقى حوالي 3 ايام، وفي عند سالب 18 هتبقى حوالي 3 شهور. دي البرودكشن فلو دايجرام اوف فريش اورينتال سوسج. من الرسمه هي بتبين انا عندي الكيسنج، والكيسنج ده دي النون ميت انجريدينتس، وهوزن السولت وهوزن السبايسز وهوزن السيزنينج، اجهز دي كل الحاجات دي كلها، واجهز اللحمه وهجهز الفات والحاجات دي كلها، وبعد كده اعمل ميكسنج بعد ما عملت مينسنج اعمل ميكسنج للحاجات دي كلها، اعمل لهم جرايندنج مع بعض، وبعد ما عملت جرايندنج مع بعض اعمل لهم ستافنج، وبعد كده بعد ما عملت ستافنج اعمل لينكينج كل 10 سم مع بعض، وبعد كده اخزنهم
على حسب درجة الحرارة سواء كان في الشيلر أو في الفريزر. ده فيديو كده سريع بيوريني الهوم ميد سوسيج ميكينج، فيديو بسيط ازاي يعملوا، ممكن تعمل سجق عندك في البيت. وهو ده نفس البرنسبل تقريبا اللي بيستخدم في صناعه الفريش اوريانتال سوسج على اللارج سكيل. Hi everyone and a huge welcome to Steve's Kitchen. Today I'm going to introduce you to the art of sausage making. Now charcuterie has always been a big part of my life. I used to have a little farm. We kept animals and pigs and we used to make a lot of different cured products. And today I want to show you one of the simplest and easy ways to get into that by making homemade sausages, which are absolutely delicious. You don't need to keep pigs in order to do this, but you will need some basic equipment. Now, if you're interested to know what sort of sausages we're going to be making today, I've got a batch here. We're going to make a nice, simple herb sausage, and you can tinker with it and make it your own. Come on, let's get started. Now, when you come to make sausages, this is a fantastic attachment. You can get them on the stand mixers. It's actually a mincing machine. They fit on the front here. You can get them independently as well, but this is a wonderful machine, and I've used this for doing great big batches of sausages. It's got a hopper in the front. Now we're going to be using the largest plate for the first grind. Now just come down here. When we're talking about meat, fat is your friend. You cannot make, now if you don't like fat, I'm sorry about that, but you cannot make good sausages without fat. They'll just be dry and tasteless. And the ones you buy in the supermarket probably have a lot more fat in them than we're going to be using here. Now bear that in mind when you're choosing the cuts for making sausages. You want a cut that has plenty of fat in it, so you'll be looking at shoulder cuts, leg is good, belly is good. And with a lot of the pigs now in the supermarkets, they don't have a lot of fat on them. So you may have to ask your butcher for some extra fat. This is what I call back fat. It's a very lardy fat. The beef fat melts and it's fantastic for sausage making. Now, I'm going to cut these meats up into smaller cubes. We're going to feed them through this hopper and get our first batch of sausage meat going before we introduce our herbs and flavors. Now just quickly, when you're cutting up your meat, I would either use a chef's knife to cut this up into cubes, and we want things probably about that big, but another great knife is a boning knife. You could use a butcher's knife as well, and this is a great knife for just cutting up the cubes, and it's a knife you're probably going to use a lot if you're preparing meat. Okay, time to put the meat through the grinder. As I said to you before, I've got the large die on here. Later on, once we've added our seasoning, I'm going to put it through it again on this slightly smaller die. You've got the meat here all cut up into big cubes. We turn on our stand mixer nice and slow. Now, most of these machines come with some sort of safety pusher, and you use that just to push the meat down through, and you get this wonderful minced pork coming out the bottom. And they work really very, very quickly. Before very long, you're going to have a whole bowl full of minced pork. Now, a great tip when you come to the last piece of pork that's gone through your mincer is just to turn it on and pop a little bit of bread through there. What that will do is the bread will force the last of the meat out of the chute. And although we don't want to put a lot of bread into our sausage, it won't harm for it to be in there. And you're going to end up with this wonderful big bowl of sausage meat. But don't forget, that is not seasoned yet. I'll actually put up on the side here, or this side, all the ingredients you're going to add. I've got 2 kilos, that's 4 pounds of meat. I'm putting some sage and thyme and black pepper and salt into the mix. Using a spoon or using your hands, we're just going to roughly mix the seasoning through. Now you could use this meat as is and start to put it into your sausage casings, but I like to pop it through the grinder again on a slightly smaller setting, and that'll get you a finer sausage meat, which I think for this particular recipe makes great sausages. So let's get on now. We're going to feed this back through until we get that finer mince. Now, when your sausage meat is ready like this, I've got a big pile of it here. Before we go to the trouble of popping that into sausage casings, I want to take a small piece of it, pop it into a frying pan or skillet, and we're just going to cook that off, and then you can taste it. Now, if that tastes great cooked now, it's going to taste fantastic in sausages. Now, there it is, off of the fryer, and now you want to taste it, because now is the last chance you have to add seasoning. And don't be afraid to experiment. This goes really well with bits of chili and paprika. They even work really well with apple. So here goes.
That's just perfect. Time to get these in the skins. Now we need to get the sausage meat into the sausage casings. Now with this grinder here, it has an attachment, wonderful nozzle on here. They work really well. You pop the skin casings onto there, and as you grind it down through, it comes in and you fill the sausage up. Now, of course, I'm doing things on a bigger scale when I used to produce them myself, so I've got this beautiful beast. Now, these are a little bit expensive. Not everybody will want a machine like this, but I have one, so I'm going to use it. If you have only this, don't worry, it works just as well, a little bit slower. And a quick word about sausage casings as well. Traditionally, sausages were made with the intestines of the pigs or lambs, and they used to clean them out and salt them and brine them, and then you would use those. And I've used those many times before. I can't get them where I am at the moment, but these are a great substitute. They are still a natural product. They're a collagen sausage skin, and they're pretty much what you would have on any name brand sausages. They would use this sort of casing. The great thing about these is they last for years and years. You can store them, and if you don't happen to have intestines, these are ready to go. So what you want to do is you want to thread this on to the sausage nozzle like that, pull a little bit of the excess off, and then over this side of the machine we've got a cranking handle. And this handle allows us to crank the sausage down the tube and start coming out. You see it coming through here, and then we need to actually get to this end, and I'll show you in a moment how we fill the sausage casing. Now I've got a little tray below here. Now as the sausage meat comes out the end of the nozzle, we're just going to twirl it around and pop it onto the tray below here. And this is really something you just get used to after time. Occasionally you might get a bit of an air bubble. And obviously you're going to need somebody on the cranking handle. I've got an assistant with me here. Now you can see I've ended up with this massive sausage here, which is great. That is the end of the mixture from that particular batch. I'm just going to take the skin towards the end like this, tear it off with a little bit of excess. And what we'll do is tie a knot in the end of that. And then our sausages are going to be ready to start to loop. Now look, I made two batches of sausages. These are the herb sausages. These are a spicier one. I've put chili in that and I've colored it with paprika so you can see what they are. And now what we need to do is turn these into sausages. Now it's a little tricky. You do get used to it. Just pinch your sausage like that, give it a little twist, take another length. And it's really a time you get used to doing this. Turn it the opposite way. Bring these sausages up and you have a loop of three. I'm going to take another bunch now here. Give it a little twist that way, come to the next one, a little twist back, a third sausage like this, and a third twist. But this time, I'm going to take those first two sausages, let me just see if I can get this on camera. So the first two sausages, and the third one, I'm going to push through like that, a little twist, and there you've got a group of six sausages. I hope that's not too difficult. It is just a way of practicing, and when you get perfect at it, you'll be able to whip them out really quickly. Now, I hope you've enjoyed this basic introduction to sausages. These also, they freeze really well, so make big batches, don't waste the time doing small batches. Have a lot of fun making them. I'm probably not going to be able to answer too many comments about ingredients. There are many different sausage recipes out there. I'll put my ingredients down below. Please share the love, give the thumbs up. Now I just want to share with you this beautiful big batch of sausages. I managed to do the whole batch in one time. Now they will split occasionally, as I say, it's a little bit of a knack that you get used to. But the beauty is with these sausages, you know what's in them. It's all pure pork. Taste absolutely delicious. I urge some of you, if you're into this sort of thing, give this a try at home, and it may start you on a journey which I started many years ago of loving home cured meats. See you next time. النوع الثاني من الميكانيكال مساج بايندينج برودكتس هو البيف برجر. والبيف برجر برضو هو اكزامبل من الفريش برودكتس اللي هي الرو برودكتس اللي هي نفس المواصفات تقريبا
بتاع الفريش اورينتال سوسيج، ولكن هنا مش هنعمل له ستافينج في اي كيسينج، هنا فقط هنعمل له فورمينج، هنشكله في شكل بولز او في شكل باتي، يعني في شكل ديسكس او بشكل بولز او في شكل فينجرز، وهيتاكل او هيحصل له ديستريبيوشن بالشكل ده، وبعد كده الكونسيومر هو اللي هيعمل له كوكينج قبل ما ياكله. البروسيسنج تكنولوجي بتاع البرودكت هنا ديبندس على الميكانيكال موديل ديفلوبينج بايندينج. البرجر اوريجينالي وير ميد فروم بيف، وكلمه هامبرجر جت منين وبيف برجر جت منين والكلام ده، كانت الناس معتقده ان هامبرجر جت عشان خاطر ده مصنوع من الهام، ولكن لا، كلمه هامبرجر من مدينه هامبورغ اللي موجوده في المانيا، هو ده منشأ الاسم بتاع هامبرجر. ولكن لما الناس ربطت ما بين المقطع الاولاني في اسم المدينه هام والاسم لحمه البورك هام، فاعتقدوا ان اي هامبرجر مصنوع من البورك، ولكن لا، هو الهامبرجر ممكن يكون مصنوع من البيف وممكن مصنوع من البورك. ولما الناس ربطت كتير ما بين هامبرجر وبورك، بدأت الشركات والمصانع تلجأ لأن احنا مش عايزين الاسم الأول من المدينة، احنا عايزين برجر بس، وهنخلي بيف برجر وهامبرجر عشان يعبروا عن كلمة هامبرجر عامة. ممكن يكون معمول من البيف، ممكن يكون معمول من البيف والتشيكن والمطن، وممكن يكون معمول من البورك، يعني ممكن يكون ميكتشر من الحاجات دي كلها، وممكن يكون بيف بس، وممكن يكون بورك بس. المهم هو عبارة عن اللين ميت، وعبارة عن بعض الفات تيشو، وزي اللي احنا استخدمناهم في الفريش اورينتال سوسج. ممكن بعض الانيمال تيشوز التانية زي الكونكتيف تيشو والتندونز ممكن تكون بارت من الميكتشر، ولكن ده طبعا هيأثر لي على الكواليتي بتاع الفينيشت برودكت. وبالتالي كل ما استخدمت other tissues than animal than meat هتقلل لي الكواليتي بتاع الفينيشت برودكت. البروسيسنج ستيب هنا نفس الموضوع، لو انا عندي فروزن ميت هعمل لها فليكنج، وبعد كده هعمل لها مينسنج، والمينسر تقريبا من 4 ل 8 ملم من مينسر بليت، وممكن اعمل المينسنج على خطوتين زي ما شفنا في الفيديو اللي فات، مره في لارج دايمتر بليت وبعد كده مره في سمول دايمتر بليت. المهم تكون النايفز بتاعتك شارب انف علشان ما يحصلش كراشنج للميت والفات اثناء عمليه المينسنج، ولما يحصل سميرنج او يحصل الحاجات تحصل لها سكويزنج يعني تتهرس بدل ما تتفرم بدل ما تتقطع، ده بيأثر لي على الكواليتي بتاع المنتج النهائي. salt to spices added and other additives ممكن تضاف برضو طبقا برضو لكل بلد هتلاقي بتضيف السبايسز اللي هي بترغبها. بعد كده بنعمل فورمنج ده انتو باتيز انتو سمول ديسكس سمول راوند ديسكس بتاع البرجر اللي احنا عارفينها دي، في الغالب بيكون وزنها من 75 ل 100 جرام. ممكن بدل في بعض الدول ممكن يستخدموا تشيبر فورميوليشن، فيستبدلوا مثلا نسبه كبيره من اللحمه يستبدلوها بتيكتشر صويا بروتين كمصدر للبروتين، ولكن هنا بلانت بروتين. Other non-meat ingredients suitable for these birds for these purposes including bread crumbs with dried flakes. ممكن يجيبوا برضه العيش الناشف، ممكن يجيبوا اي فيلرز مثلا، ممكن يجيبوا ستارش، ممكن يجيبوا بقسماط، ممكن يجيبوا الحاجات دي كلها كفيلرز بتقلل لي سعر المنتج، ولكن بتقلل لي الكواليتي بتاعه. مش تقلل لي سعر المنتج، بتقلل لي تكلفة المنتج، وبالتالي بتقلل لي الكواليتي. برضو البيف برجر من ضمن الحاجات اللي محتاجة immediate sale لان هي very perishable، او عشان يحصل لها distribution محتاج تكون عن سالب 18 عشان نقدر نعمل distribution. دي بعض الصور كده لبعض البرودكتس اللي احنا شفناها او اللي احنا ما شفناهاش. مثلا دي الصورة اللي على الشمال من فوق، دي برجر وده فريش اورينتال سوسج، ده فرانكفورتر، ده اللي من تحت
على اليمين ده عبارة عن السلامي، ده فيرمنتد سوسج. هتلاقي لما بيحصل تلاقي فات بارتيكلز موجودة لونها ابيض اهو في السلامي، لان هما بيعملوا مينسنج لكل حاجة مع بعضها، وبعد كده الفات يحصل له مينسنج في الاخر بشكل بسيط، فتلاقي الفات بارتيكلز ما حصلهاش مينسنج قوي فتفضل بالشكل ده. ده طبعا لانشون، لانشون بيكون كان لانشون، وفي نفس الوقت بيتقطع السلايسز كده قبل الاكل. ودي باستيرما، دي تعتبر نون كومينيوتد ميت برودكت، ما تصلهاش مينسنج لحمه وحصلها كيورنج، وحط لها طبقه من بره بقى بالحلبه ومش عارف وبعض السبايسز، وفي الاخر تتقطع السلايسز كده قبل الـ قبل الكونسامشن. اتمنى يكون الجزء بتاع الميت تكنولوجي كان مفيد لحضراتكم، وده نهايه الجزء بتاع الميت تكنولوجي، وان شاء الله تكون سنه موفقه لحضراتكم جميعا.